إنكم تعيشون أوقاتا هي أنفس الأوقات، وساعات هي أغلى الساعات، وليالي هي أفضل الليالي عند الله سبحانه وتعالى. إنها خلاصة رمضان وزبدة رمضان وتاج رمضان وأعظم الليالي في رمضان. قناة اعرف دينك. تقول أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفي رواية مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، فهذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تعامله مع العشر الأواخر من رمضان. كان يحيي ليله كله أو جله بالصلاة والقيام، فإذا كان في العشرين الأولى من رمضان يقوم وينام، فإنه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يحيي ليله بالعبادة والقيام ولا ينام. هذه الأيام التي يتجلى الله عز وجل فيها على عباده بمغفرته وعفوه ورحمته وواسع فضله ومنته، وهي نفحات من الله عز وجل. من أصابته نفحة من هذه النفحات لن يشقى بعدها أبدا، فإن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول عز وجل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومن فضل الله عز وجل علينا في هذه الأيام تكون ليلة القدر، ووصف الله تبارك وتعالى هذه الليلة بأنها ليلة مباركة. قال ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ففيها تتنزل الملائكة ومعها الروح جبريل عليه السلام، فتنزل الملائكة في هذه الليلة بكثرة بخلاف كل الليالي الأخرى، والملائكة لا تنزل إلا مع نزول الرحمة والبركة. من قامها، أي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. لقد خص الله تعالى العشر الأواخر من رمضان بمزايا لا توجد في غيرها، وبعطايا لا سبيل في سواها لتحصيلها، وقد خصها النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال لم يكن يفعلها في غيرها. أولا: كثرة الاجتهاد. عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي فيها الليل كله بأنواع العبادة من صلاة وذكر وقراءة قرآن. تقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. رواه مسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في هذه الليالي للصلاة والذكر حرصا على اغتنامها بما هي جديرة به من العبادة. ثانيا: الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله عز وجل. والاعتكاف معناه لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وشرعا المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. والأصل أن الاعتكاف عزوف عن الدنيا وانقطاع للعبادة وتخلية للنفس عن التشاغل بغير الطاعات والقربات، فلا ينبغي أن يشتغل بشيء يفوت عليه قصده، ولا يجعلن معتكفه مقصدا للزوار الذين يفسدون عليه خلوته وجواره. وإن كان خرج من الدنيا وانقطع عنها فلا وجه لأن يأتي بالدنيا حتى يدخلها معتكفه. ثالثا: اغتنام جميع الوقت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ولا شك أن المقصود هنا الغذاء الروحي والفتوحات الربانية، وليس الطعام والشراب الحسي. وإنما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال حتى لا يضعفوا عن العبادة والاجتهاد في الطاعة، وإلا فإن كل ذلك كان منه اغتناما للوقت وعدم تضييع منه لشيء من الوقت، ولو في طعام أو في منام. فعلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أعظم صلاة وأتم سلام. رابعا، تحري ليلة القدر. وما كان اجتهاده واعتكافه صلى الله عليه وسلم إلا تفرغ للعبادة وقطعا للشواغل والصوارف، وتحريا لليلة القدر، هذه الليلة الشريفة المباركة التي جعل الله عز وجل العمل فيها خيرا من العمل في 1000 شهر. فقال سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. في هذه الليلة المباركة يقدر الله عز وجل مقادير الخلائق على مدار العام، فيكتب فيها سبحانه الأحياء والأموات والسعداء والأشقياء والآجال والأرزاق. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. في ليلة القدر تفتح الأبواب، ويسمع الخطاب، ويسمع الخطاب، ويرفع الحجاب، وفيها يستجاب الدعاء ويتحقق الرجاء. إنها ليلة انطلاق الإسلام ونزول القرآن، ليلة سلام. فالله عز وجل يريد لعباده السلام والأمان، سلام المجتمع، وسلامة القلوب والنفوس، وسلامة العلاقات بين الناس، سلام هي حتى مطالع الفجر. فعلى الراغبين في تحصيل هذه الليلة المباركة الاجتهاد في هذه الليالي والأيام، وأن يتعرضوا لنفحات الرب الكريم المنان. عسى أن تصيبكم نفحة من نفحاته لا يشقى العبد بعدها أبدا. وإذا كان دعاء ليلة القدر مقبولا مسموعا مستجابا، فعلى العبد أن يكثر من الدعاء والتضرع وسؤال خير الدنيا والآخرة. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا برحمتك رضاك، وبلغنا ليلة القدر، وجعلنا يا ربنا من عتقائك فيها من النار، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.